ناس يقولون على اساس انخطفت بسبب رقصها على اغنية علي علي وهي بالاصل كانت لطمية، وناس يقولون على اساس شخص خطفها وطلب 3 ملايين فدية من اهلها. بس شلون واحد يقدر يخطف بنية ويا صديقاتها واهلها وناسها؟ وجماعة ثانية يقولون يا ترى كانت من هزمة ويا حبيبها وعلى اساس باتت يم اسبوع وخافت من اهلها وسوت الفيلم مال سالفة انه مخطوفة. الله اعلم هاي الاراء اللي توجدت وصارت مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة يا مربك ورأيكم كتبوا لي اياه انتم بالتعليقات. ولا تشاي تاكلت اللي تلعبت النفس مع مشاعري لحد ينزل علي الزين. يا والله كل اللي صار مو براتي، مو كله مو براتي والله غصبا عني. يعني شنو شعوركم وانتم ستكسبوا ببالكم؟ يعني بس فيا ناس اني ما شاليت ولا خطفوني على مود اغنية علي علي. هاي الاغنية مو لطمية ولا الامام علي عليه السلام، هاي الاغنية الزبون. اوكي اثنين، اني شاليت كسان خشن، انزل لكم المحادثات وكل شيء بالتفاصيل انزل لكم يا على الانستغرام، بس شوية اعطوني صبر خلوني ارتاح. اي في انه انزل لكم كل شيء انه صار وياي الاحداث. اني بيوم اللي خطفت ثاني رجعت بالي تقريبا مش 5 ساعات واني رجعت لبيتني، بس اني كنت مختفية احسن ما بديت انه احد يشوفني ولا بديت اطلع. قلت الا ابويا قال انه الا اللزمة يلا نطلع للناس واخذوا عني ارجعوا النظرة الحلوة علي تاني اشد ليمي. بيت ابويا وامي مستحيل مستحيل انه اسوي شيء غلطة. فوالله الناس اليوم تكره حصاعي تكره حد عندي اكيد تسوي لي شيء. كلكم تدون بهذا الشيء، حطوا نفسكم بمكاني والله حطوا نفسكم بمكاني. تاني صار لي 10 ايام متاذية ومتحطمة بتشانة ديم سوى زهرة بعائلتي يوم والليل ما تنامي. حطوا نفسكم بمكاني. راح ابقى بالتقليب راح ابقى بتعشيرتي ليه هذا الشيء مو بضاتي يا اخوان. انا خطفيت وصافي هذا الشيء، اي هذا كله مو بضاتي والله العظيم مو بضاتي. ويكون بعصوب الخوف اللي بيا باعوني شلون هاي عليغات. اصحاب يصعد قناته لاعلى المشاهدات والاشتراكات. شروط المسابقه كل سهله، يشترك بالقناه اللي خليها بالتعليق المثبت ويراسلني على حساب الانستغرام اللي موجود ايضا بالتعليق المثبت، وهناك راح افهم شلون اسوي له دعم وشلون اصعد قناته. ممكن تكون قناته مصدر رزق له ويحقق من عندها ارباح.